طب هسه بنناقش اكزامبل من البروجكت اللي معاكم. اعطيتكم ثلاثه كيسز. اول كيس شو بدها؟ حاسب الهويه الاسرائيليه اعمل انفورميشن موديل الموجود للمعلومات الموجوده بالهويه الاسرائيليه. طيب نمشي عليهم واحد واحد عشان نشوف الشغل من شغل الطلاب. هلا بيرسون ها از بار از بيرنت اوف او از تشايلد اوف. في غلط موجود بالهويه؟ Person has name مزبوط؟ Person has father name, has grandfather name, has family name. في أي تعليق مش شرط غلط. في حدا بده يعلق؟ أول name دكتور لازم تكون أوضح تدلنها personal أو first name. أول شيء مرة small ومرة capital. هذا غلط. ثاني شيء مرة بتحطي النقطة ومرة بتحطي الفول name. ليش؟ حط grandfather name. شو المشكلة؟ هذا غلط. يعني هذا اتس لوجيستيك ميستيكس. يعني اوكي مش غلط لوجيكال. بعدين مرة اتفقت عليكم انا وياكم ما تحطش سبيس. حط مش انه ممنوع. ايش سبيس؟ بين فاذر والنيم. تحطش سبيس. مش انه ممنوع ستايل. كونفنشن. في اي تعليق ثاني؟ اولد فاميلي نيم. عشان إذا كانت سيد أو فيريوس أول فاميلي نيم أو بريفيوس قصدي مش فيريوس بريفيوس فاميلي نيم. طيب البيرسون إله ماذر نيم مزبوط موجود بالهوية؟ طيب البيرسون إله أي دي مزبوط؟ مزبوط؟ لا مش مزبوط. لا هو أي دي أصلا الأي دي حط جوا البيرسون مظبوط هسا خليها. طيب ماشي مظبوط نرجع لها بعدين. إله هازبند وإله وايف از هازبند اوف هاز هازبند اتس كوريكت. يعني لو تقولي هازبند او واحد منهم وايف ما انت قصدك هاز. لا لا انا بقول لك برات انك تحطي از يعني هاز هازبند. لا لا هاي مش غلط از هازبند اوف او هاز هازبند مع واحد منهم بده يكون عكس الثاني. يعني افضل انك تحط منهم ريفيرس او ان بنسميهم انفرس رولز. انفرس رولز انه الرول هاي انفرس لهي بس برضه بصير. طيب الو بيرث بليس برضه هاي مشكله الكابيتال اسمه بيرث بليس مزبوط؟ الو بيرث ديت صحيح؟ ها؟ والو جندر مزبوط؟ الو ادرس؟ وبعيش في مكان؟ ليفينج سيتي وادرس. كل وحده شيء مختلف. طيب شو الغلط لو حطيتي هاي هي هون لا مو مفصلينها بالهويه. لا هم فاصلينها دكتور. شو اللي فاصلينه؟ الشغله الثانيه مكان الولاده والدوله هم مدينه والبلد اللي بعيش فيها بحطوا هم اسم بلد او اسم مدينه. في بالملحق وين انا ساكن صح؟ لا ها؟ لا في مثلا واد الجوز السيتي مثلا القدس حتى لا 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 نفس نفس المرة الماضية. هلا في اشي اللي هو وين انا العنوان وفي مكان الميلاد بس مكان الميلاد هاي غير مكان الميلاد مش مكان وين يعني مثلا الادرس مثلا حاطين عنوان وادي الجوز مكان الهويه الاسرائيليه بالملحق. قصدك بالعنوان بيكون في ثنتين في يعني العنوان بتكون من شغلتين من ثلاثه. طب معناته بنقول ادرس وين ادرس تو سيتي. لا هذا في الداتا بيس هذا بتخربيش الداتا بيس الناس بس بنقول سيتي وبنقول الثانيه مش ادرس نقول هاز ادرس سيتي وهاز ادرس مثلا ريجن او ستريت او يمكن نحط ادرس ونفصلهم ممكن نحط ادرس ونفصلهم ادرس انت ادرس بتعمل لهم كومبوزيشن بس بدك تعملي شو الاي شو الكي بس الايدنتيتي تبعت الادرس ليتس سي هذا سؤالي كان فكرت بدي احط عشان ايش؟ بدي الحق بسرعه. طيب فبهي الحاله بدك تعمل ايدنتيتي لمين؟ للادرس. اذا
مهم شوف إذا عسل آخر مرة بلك إذا عسل عليه تصير حجم البكية إذا عسل يلا لا ما في ناقص إذا عسل مهمش بس بتكلب لحاله كم عن واحدة أوكي ف إذا كان قصدها نحط هاي ونتفرع فرعية معناته بالمستقبل لما نيجي نعمل مادة اليونيكنس لازم نعملها إيش ايدنتيتي هلا إذا بدناش معناته نكون lives in city و lives in region أو district أو اللي بدنا مزبوط طيب و religion إلو religion مزبوط و إلو state شو state هاي الحياة الاجتماعية مارشال ستيتس شو اسمها مارشال ستيتس مش ستيت طيب شو كمان ناقص؟ ناقص في ال صدر في صدر في وين نحطها؟ ما عرفتش عارفين ليش ما عرفتش؟ نرجع لهاي المشكلة قلت لكم عشان جبت لازم نحطها لأنها هاي ال ID مش للشخص طيب ما هو لو حطيت هاي ال ID للهوية أصدقائي لازم نحط بيرسون ايدي بالنص حطي هاي ايدي كارد والايدي كارد نحط لها ايدي منها ايدي وإشود ان وإشود ان نحط سيتي وإشود ديت معين صح؟ يعني الرقم وين صدرات وين تصدرات هذول بترجع لنا مين؟ لهاي كارد لهاي الاشي لاحظوا انه انا مزبوط انت بتقدر تعمل ايدنتيفيكيشن على هويتي بس هاي رمز لهويتي بمزقها وبكره بطلع واحده بدلها طيب المعلومات صح يعني مش البلاستيكه بحد ذاتها اللي هي اللي عملت الايدنتيفيكيشن انه في اشي غير ملموس داخل وزاره الداخليه اسمه الهوية الشخصية هو اللي بيعمل لي ايدنتيفيكيشن بس مش البلاستيكة والورقة هاي هذول هاي ذيك المعلومات مطبوعة على هاي وبس ممكن نطبعها على أكثر من مكان مش مشكلة فالاي دي وضحت هاي الفكرة؟ طيب في لكم ملاحظات ثانية أنا إلي ملاحظات سريعة عشان نشوف غيرها صراحة هاي الخطوط تنكسر بديش أشوفها بديش أشوفها لازم كل إشي يبكى يعني هذا لكن طريقة جمالية لازم يكون ستريت فورورد والمسافه بين هذول تقريبا بين هاي وهاي 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 تقريبا متساوي حجم هذول تقريبا متساوي هاي بما ان الكبير والنص والمحترم نكبر حجمها اكثر عشان ليش كل هاي الاشياء عشان اول ما اشوفها ريدابيلتي لا لا هاي بس ريدابيلتي هذا مش هاي يعني ذوق مزبوط بحط نيمز بحط بعض بحط الاشياء اللي العلاقات ما له علاقه في الثاني خليه بحط بعض اللي بعمل بس اقول لك العربي اكثر من انا عندي مشكله باللابتوب بس عفوا اكثر مشكله اوكي بسرعه بس يعني الثالثه ولا عيد العربي الاولى الثانيه او الثالثه لقيته اصعب من الكتابه يعني مثلا بالانجليزي هاز واز اوف بالعربي بيلو اسم عشان هيك عشان جمل كنتنت بس بس قصدي شو تختار شيء شو تختار يملك له يملك له له شايفين ليش انا قدرت اكتب عربي مش عشان انا عربي كتبت عربي بس ما عرفتش اكتب بعرف عشان ليش انا اقول لكم اعملوا عربي حتى اخليكم توصلوا لمرحله انكم تعملوا ستايل للعربي فانا يعني ان قدره في الاخر انه نعمل النقاشات هاي يعني ما مثل في الجامر في الكتاب مش في هذا وإز على يفضل إنها تكون شوي بس أنت مش هذا اللي وديتي لي توديتي لي إيش عملتي على الباوربوينت؟ ما أنا كتير استصعبت نزلت الفيديو. هل يوسف بنتسخ على هاي الشيء؟ إيه. يوسف هاي بنتسخ على هاي الشيء؟ لا ولا شيء. طلع يا. إيه. لا بس أنا. ما يتكلم. شكله جش نصيب. شكله جد. 10 دقائق. لا هي 15 بتخلص. هذا ده ما خدش بريكان اسكت احنا بدنا نعصر عشان
فول يوتيلايزيشن إلا إذا بدكم نيجي يومين هيك خلال فصل مرتين زيادة يوم جمعة يوم أحد نعمل هيك إشي فن وكذا وإلى آخره نيجي مستعجل طول الفصل يعني إنت بدك تيجي وأنا بدي أجي مشان لا بالعكس أنا نرجع شريحة يعني بدك شو اسمه؟ اطمع معي بس اخذ حالك لا تشغل الجهاز هلا؟ بالسوق ما هي الاشياء بلاش تصلح وصلح المحاضرة يعني اصلح وحط علامات سيئة فيعني زي اللي قاعد بشيش فيكم ولا يعني احنا هسه مضطرين؟ طبعا اللي ايه بس في سيارة بستنى فيه يطلع يعني مش حنتأخر ها؟ بنبدأ هسه دكتور نعدل الاشي اللي كنا عاملينه ونرجع نبعث لك اياه بالمرحله الثانيه هسه بدي اياه مع ماندو تريوني بس اعطينا مجال نبعث البي دي اف اللي ما بعثش يعني هلا بدي لا خلص المرحله هاي بعثت وخلصت ما حد اللي تسكر تسكر طلع التاريخ هلا في مانديتوري ويونيك ما تخسرش علاماتك بس بصير عوض تخسرش علاماتك في المانديتوري ويونيك ماشي بس ديزاين غيره عشان يصير احسن ولا اه ولا بتبدا وكانك بادئ من الصفر هلا خلص ماشي كيف بسأل هل انا بس احط الماندتوري يونيكس وخلي زي ما هو وخلي الاغلاط تبعتي لا اضبط من اول لا اضبط من الصفر معناته هو بس عيب تستبني في الاخر نفس الشيء نفس الشيء اشتغلنا يعني نعمل مع هذا انا والله بالرياضه اسمي لنا لو سمحت طيب شو بكون هذا المثال شو بده بنك بنك الكيس الثالث هاي مش مشكله خلص الثالث الثالث شو بتقول بده حساب البنك وبده هيك معلومات يشتغل بشركه او يدير في حدا عنده حسابين بنك وعنده كذا ها هات نشوف غيرته لا لا اوكي خليها خلص في عندنا جامعه لها كليات والكليات لها برامج والبرامج بتدرس كورسات طيب جامعة has name مزبوط في لكم اعتراض جامعة has address في لكم اعتراض طيب اليونيفرسيتي consists of faculties في لكم اعتراض فيش طيب الفاكولتي لها نيم ولها ID في مشكلة ليش ما يشبك الباقي مع هذيك الباقي يعني النيم نفسه نعم نفسه نعم اذا بده يعمل هيك دكتور لازم يحكي يونيفرسيتي نيم وفاكولتي نيم مش يميز منه لا في الحال هل هيك بصير جاهز يعني انا بفضل هيك بس بصير جاهز بفضل احط يونيفرسيتي نيم في شيء ستريكت مش هتكون سبيسيفيك اكثر يعني للي بده طيب فاكولتي الها ادوكيشنال بروجرام او بروجرام البروجرامز نوعين يا ماستر بروجرام يا بشلر بروجرام والبروجرام له اسم وبيقدر ديجري معينه صح؟ وهاز كورس طبعا بنقدر نكرر اكثر من كورس مزبوط؟ بس ليش بس الديجري ما هي شو يعني؟ كيف؟ شو يعني بيقدر هو؟ يعني مثلا شو الفرق بين هاي وهذول؟ وهذول بالضبط مثلا انه اسم عندك ديجري مثلا اسم يعني في مثل شيء بسموه دبلومه هيك شغلات حبيت افصل بينهم او برضه تقدر تحتيه من ناحيه ثانيه انه بدك تسمي مثلا هندسه مثلا كانوا على 5 سنين او 4 سنين برضه تفرق يعني طب شو يعني هاي مش ديجري لانه المفروض معناتها تحطها عندي بكالوريوس بروجرام بس تفصل تفرق بين اللي بده 4 او 5 سنين لا مش بس انا هسه انت حكيتي بس باتشلر بكالوريوس ماجستير حط باتشلر فور يير وباتشلر فايف يير بس على كل حال هاي انا ما كنتش بفضل تستعملوا هاي كنت بفضل ادربكم على زي غالبية الطلاب شو سووها حط هون يونري رول بس انه زد باتشلر بروجرام وزد ماستر بروجرام الثنتين صح بس هاي لسه ما اخذناهاش فبالتالي انا بدي على فكره هاي انت لازم كان هاي انت تيو لازم كان هاي كورسز بس لو الكورس لو تكمل فيها بتقل وانا اوصل يعني بصير طويل كثير
عند كورسز بحط مثلا اقول اسميها وين صار في طلاب دكاتره بالغرفه ودكاتره عشان هيك بس انه ضغطت انه قصدي هيك ما هو احنا حنكمل بس شوي شوي عشان هيك في اعتراض اول شيء جماليا شو رايكم في جماليا عندي شك لا شكرا لك شكرا طلع حي مطولها طلع حي كيف جاي بس صفحة المفروض يونيفرسيتي تسنترلايزد يعني هاي دغري هذول هاي برفعها شوي هاي بخليها دغري وبخليها مساء على فكرة فيكم تماما الكلام اللي بقوله هو اللي بخليكم لما تشتغلوا في شركاتكم وفي مؤسساتكم شغلكم ينحب شغلكم ولا بالزبط. ولا تنكره من اساسه بالضبط فوق انتوا مكرهين اصلا حتى لو عاملين لي فانا بحب ادقق على الاشياء الصغيره حتى كمان اخذ يعني طيب انا اضاف شيء ثاني انا يلا بس هيك بغلط بعرفش احكي بعرفش بين البروجرام والكورس حطيت تو رولز واحدة الأولى بتحمل part of و consist of والثاني offered by و offers صح عملتها كلها أنا هاي تحيرت فيها صراحة بالآخر عملتها هاي إنه حطت واحد ترى أنا ركزوا معي بس فيك هون حطت إشي ثا رو ريليشن ورسمتها من كورس مع الإدوكيشن البرو كانت هاي الإدوكيشن البرو consist of set of courses والإدوكيشن البروغرام offers courses هل بتختلف consist of عن offers؟ قاعد تختلف يعني هل مثلا برنامج الحوسبة العلمية consist of a set of courses كل الكورسز اللي وبنفس الوقت offers هاي الفترة different انا يعني كيف فكرت فيها انه احنا بنتعامل مع roles فهاي منفصلة عن هاي البرنامج ما بوفر كورسز أوفرز مش بداية الفصل لما تفتح كورسات بس البرنامج مش هو اللي بيطرح الدائرة أو بس هي كلية نفسها تسمع لا لا نظر رول يعني عندك فهم عليك بصير لأنه مرات بنحط كورسات كونزيست أوف ومنطرحهاش فدائما بنقول هاي اللي هو الست أوف كورسات المطروحة مجموعة الكورسات المطروحات هم سبسل مجموعة جزئية من اللي كونزيست أوف او ايكوال او اللي هو غيره انا اسوي شيء ثاني تقدر تحط تيتشرز مدرسين انه حد يروح تيتشرز لا ما تعمقناش كثير هلا انا بصراحه اول شيء خلينا نجاوب خلينا نسال هل في عندكم مشكله في هاي يعني هل في حدا واجهت صعوبات هل في حدا عنده بده يضيف بده ينقص بده يترد بده شيء عشان اذكر موضوع اخر طيب هسه انتوا شو بتساووا؟ ضيفوا لي شوية أشياء على كل موديل من الموديلز هذولك شوية شغلات بس بدي كمان مانديتوري ويونيكس ينحط كيف قصدك يعني نضيف شوية أشياء؟ يعني فصل خليها صغيرة قصدك هون يعني انزل نكمل موجود بالضبط هون فرح هلا أنا وبيتكم بعدها تعطوني إياها الأسبوع الجاي قبل بداية المحاضرة الجاي اللي هو اللي برجع كتب بس بتحط ضبط هلو بتحط باندت ريونيك نس كل جوة ساعة هلأ بدنا نكمل على الكيس الأولى ولا الثانية نعمل البروجيك تثري على كل على الثلاث لا ليش ثلاث فضل مشاري هني بيها دفعة وليس بقول الأولى فيش فيها إضافة فصلناها تفصيلا خلينا نشوف لا إذا نضيف عليها بدنا نروح نأخذ شهادة الميلاد جواز السفر ونعمل معنى آخر مش للهوية بس كل المعلومات بتخزن وزارة الداخلية لا أصلاً مخابرات هاي خليها كيش تصلي له مدام مشتغل هناك لا عمي يعني it's interesting شو رأيكم نأخذ هاي وخليها free selection يعني لا وعشان نعرف نناقش شو رأيكم نأخذ الأولى بس يعني هذا البروجيكت الثالث شو بدنا نضيف عليها؟ لا بدنا نضيف شهادة الميلاد بدنا نضيف اللي موجود جوازات السفر بعدين بدنا نضيف انه ممكن الشخص يكون له بس جواز سفر ملوش هوية وممكن يكون له معاه هوية خضراء سوري هوية زركة وممكن يكون مع بس جواز سفر يعني أجنبي ما سمعناش هذا الكلام
كيف؟ يعني بمعنى آخر ما هو الفلسطيني؟ هذا السؤال. المشكلة إنه بدأ الفلسطيني يتسووا، بس المشكلة فيه إنه هناك بعلم إشي واللي أنا مش كيس اللي مش لازم أنا بديش أكرر، ولا كانوا كلكم عملوا ريتاج، كل سلفة كلهم عملوا ريتاج. أنا أصعب كيس في ريتاج، ونبنيها شوي شوي بالآخر بطلعوا فاهمين القصة. علاقة هاي consist of هذول، هاي علاقة لما تكبر بتصير معقدة جدا، وبتفهموا الموديل فيها بطريقة جنونية. وعشان هيك احنا حبينا انه تضل الشغله ثلاث اربع شغلات، مش معنيين نوحل بزياده يعني، هاي الفكره بالكيس هاي على الاقل يعني نمشي بالثنتين. شو يعني؟ ايوه الثاني بالضبط شو هو دكتور؟ الثاني بزيد لك شويه شغلات عليهم، تحط اليونيك والكونستانت يعني اعمل يعني اكلكم هاي مثل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 25 30 شوي شوي بس منطق طيب. وهناك نفس الشيء، بدل الهوية خذ الهوية وخذ الهوية هيك 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 بيكون الهوية وجواز السفر. لا بدنا جواز، لا ما انا بالعمادة بقول لك جواز الهوية وجواز السفر. جيب لي نسخة هلا معيش. هلا في ناس معهم مش جواز سفر، وفي ناس معهم مش هوية بس جواز سفر. عشان السوبر تايب، طب لما ناخذ السوبر تايب شو الكي المشتركه بينهم اللي بتخرب فيها وزاره الداخليه اليوم؟ ف بس يعني الهويه بتضيف جواز السفر معها. وشهاده الميلاد كمان. لا بدون جواز السفر. لا هي ببينش ليش انا بقول ببينش عندك المشاكل. هاي هيك صارت كل هذا واحده ثلاثه. طيب بسيطه، بتعملوهن واحده تو دايجرام، بتعملوهن واحده بشتركن، بس هيك بتصير مش منطق لما نشتركن. انا قصدي انه مش ثلاثة كيس يعني، مش في عندنا هون كورس شو خلص توت باي او 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 انفولد باي بيرسون 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 بنكمل روحوا فرطوا هناك. افضل اشي حطوا جواز السفر مع هذيك، مش حطوا جواز السفر مع هذيك، وهاي ضيفوا عليها شوية ركزوا لي على عشان التسجيل، ركزوا لي على علاقة الشخص سواء كان طالب او student مع الكورس، طالب او تيتشر ومع السيمستر وبس، يعني ضيف السيمستر والتيتشر والستودنت. اذا بتضيف هذول الثلاثه تفهم المشكله اللي انت مر عليها. ها وهناك بجواز السفر. طيب اللي بطلبه منكم خلص معناته بتجيبوا لي المره الجاي مضيوفات مانداتوري ويونيك نسو بس ليه. المره اللي بعدها بنكبر ايش، بس شو بنساوي؟ بنحط الاذر كونستريكت. مسجل يا هو يعني يمكن من 11 عشان هيك. طيب يعطيكم العافيه، اسف على اي تاخير.